وي تقطار بحال ديما فهمتي، خاصهم يزيدوا افرانك 100 ريال 20 درهم 30 درهم باش يربحوا مع وليد الشعب، ولكن هانيه ماشي مشكل فهمتي، كيبقى حب الوداد وحب الفريق وصافي. اش غدير؟ الصبر وصافي فهمتي. واش غدير اخويا فيقين مع 6 صباح ما خاصين شوجانا اخويا جايين باش نتفرجوا في الوداد. اخويا تقطع اخويا كما العاده، ما عندناش اخويا ما عندناش اخويا حنا مشكل في التقطاع، واخا نقطعوا حتى ب 200 درهم المهم اخويا ونمشيو نسيبورطيو الفريق ان شاء الله اخويا طروا بو غادي نربحوا ان شاء الله بجداره واستحقاق. الوداد اخويا حنا الوداد جمهور الوداد جمهور التيكي اخويا، حنا كاع ما كنمشيو نتعبسوا ولا شعب كنقطعوا الورقه ديالنا كنمشيو باش نسيبورطيو الفيراج ديالنا ونسيبورطيو الفرقه ديالنا باش نخرجوا بنتيجه ايجابيه. اخويا جيت انا مع شي 8 ونص تقريبا كنت هنايا، الحمد لله اخويا الاجواء ديال التذاكر راه مزيانه لحد الساعه، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا والو، كنتمناو من الله شكون غادي مستمره بحال هكا في المستوى ورايقه داونا معدنا، والحمد لله الوقت ميسر الحمد لله، ما كاين لا صداع لا والو، ورايقات عندنا مزيانين. خويا تقطع كما العاده المعاناه مع هادو اخويا، قلت لقوا لك 1000 ورقه كيقول لك واش غد لي غيتلقاو لك 1000 ورقه، وبقات غاده كنا خلاو لنا السيد غيديروا لنا يديروا معنا باط المزيان. خويا هاد الزياشه هذا راه بزاف اخويا 50 درهم من الماتش كل ماتش، ان شاء الله هاد الماتش مربوحه ان شاء الله. من ناحيه التذاكر من ناحيه التذاكر عاوتاني نفس المشكل، جيت مع 8 جيت مع 8 ضاربنا معاهم، شنو كيف العاده خديت ورقتي صافي. احنا دابا